يا اهلا وسهلا. الحقيقه في موضوع متردده موت ان انا اطلع احكيه للناس يعني، واقوله كده عادي، لانه اصلا مش المفروض اقوله، وحاجه المفروض انها ما تطلعش يعني للناس، حاجه عملتها وطلعت ونتيجتها كانت رهيبه، وحاجه بيني وبين ربنا مش المفروض ان احنا يعني نطلعها، لكن من كتر ما هي حلوة قوي والقصة فيها قد تكون سبب لخير ممكن ناس كتير تعمله، وسبب يعني فتح أبواب رزق كده وفك كرب، ف يعني حاسة ان انا عايزة اقولها علشان الناس تستفيد، وربنا عالم بقى بالنوايا، يعني لا هدف رياء ولا هدف ان انا اطلع احكي بقى واقول الواحد بيعمل خير، او بالعكس انا بعمل طول يعني طول الوقت بحكي حاجات تطلعني شريرة طول الوقت، وما بحبش اطلع نفسي مثالية خالص، ما يفرقش معايا اصلا ان صورتي تبقى مثالية قدام حد، يعني تفرق يعني، مع احترامي للجميع بس محدش يفرق معايا يعني، يعني انا بتصرف زي ما انا بتصرف، يعني قفايا زي وشي اللي مستخبي زي اللي باين، فما عنديش حاجة بعملها في السر واطلع قدام الناس اقول كلام غير اللي انا بعمله، لا عادي خالص، اللي بحس بيه بقوله واللي بعمله هو اللي بقوله ومقتنعة بيه، يعني واعتقد ناس كتير يعني يعني ناس كتير عارفين، يعني شتايم على السوشيال ميديا تشهد، انت بتقاوحي، انت بتجادلي، انت بتاعت الدين، انت كل الكلام ده، ما يعني ربنا عالم بالنوايا. المهم يعني فمش مضطره يعني اثبت لحد حاجه ومش عايزه، بس بصراحه القصه يعني عايزه اقولها، لانه بدخل على جروبات والاقي مثلا بنات ستات مش عارفة ايه تقول لك انا مثلا فلانة عزيزة قوم ذل، انا مزنوقة دلوقتي، انا مش معايا، انا كان معايا فلوس قبل كده والدنيا زنقت في وشي، انا ابواب الرزق اتقفلت في وشي تماما، الستاير السودا نزلت، مش معايا اصرف على بنتي، مش معايا اصرف على نفسي، مش عارفة ايه، والدنيا بقى سواد سواد سواد، مفيش شغل، مفيش حاجة بتيجي، فايه عايزة احكي لكم على فكرة انه الواحد اما بيطلع فلوس لله ده شيء مش احتمال، يعني مش بقول لكم مثلا لو طلعت فلوس لله احتمال ربنا يعوض عليكي، لا ده شيء يعني مش 1+1=2، لا 1+1=2 ممكن يبقى فيها شك اكتر من اللي انا هحكيه لكم ده، يعني من فكرة انك لما تطلع فلوس لله وانت مزنوق ربنا بيخلفه، هو ده كلام مكتوب في القرآن الكريم، يعني الآيات القرآنية اللي بتقول انه ربنا بيخلف وربنا بيضاعف لمن يشاء، ده كلام يقينا يقينا ومكتوب في القرآن الكريم. انما في ناس يعني ايه بتبقى عايزة تصدق، يعني سبحان الله، يعني مش قصدي يعني ان هم ما بيصدقوش القرآن، لا يعني بيبقوا يعني ايه عايزين كده ايه، يعني مش يطمنوا برضو، يحسوا انه الحاجات دي بتحصل دلوقتي ومع ناس عادية، يعني مش لازم حد يبقى صالح او من الصالحين علشان لما يطلع مثلا صدقة يقوم ربنا يخلفها عليه، لا لا ده لكل الناس، يعني لا يشترط مين اللي يعني لا يشترط ان ربنا يضاعف لمن يشاء، لا يشترط انه يكون انسان قد يعني قديس وصالح لا لا خالص، ناس عادية خالص. القصة باختصار، كنت مزنوقة زنقة موت، يعني زنقة ما يعلم بيها الا ربنا، و مفيش فلوس خالص وسالفة فلوس، وبعدين
يعني واصلة لمرحلة انه يعني مفيش فلوس هتيجي، ومش عارفة يعني سكة ومش عارفة سكة الفلوس، يعني مش عارفة اجيب فلوس منين. هي سكة واحدة بس اللي بتيجي منها الفلوس، والسكة دي مقفولة خالص، مش هعرف افسر. المهم اللي حصل انه في عز الزنقة والكرب الفظيع ده، لقيت واحدة بتتصل بيا بالتليفون وبتعيط عياط 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 هستيري. انا اصلا مش طايقة نفسي، يعني مش طايقة نفسي، عياط عياط عياط. حد عزيز على قلبها كانسر ومش عارفين يعالجوه، مش لاقيين حتة تعالجوه. طيب اعمل ايه؟ واحنا في عز العياط والنهنها وواقفين محتاسين في الشارع في مكان ما، واحدة عدت من قدامهم ما يعرفوهاش، هما كانوا قاعدين تقريبا على الارض او حاجة كده، قامت رامية لهم نمر التليفون في حجرهم. مين؟ كلموا الست دي هتساعدكم. مين الست دي؟ انا هساعدكم ازاي؟ ولا يعني انا هعمل ايه؟ طيب ده راجل، حتى يعني اللي عنده كانسر ده راجل، اعمل ايه؟ ف والله يعني يا مدام دعاء وكده، يا دي دون النمره وبتاع، اعمل ايه؟ انا ده راجل يعني، عارفه لو ست هنكلم بهيه تدخل بقى تاخد دور وايه، يعني طبعا بهيه ما بنعرفش ندخل غير بالدور، اي حد ببلاش بيبقى بالدور. طيب ده راجل، الراجل ده انا يعني ده لازم يتعالج بفلوس، هنعمل ايه؟ ملهاش حل، هو كده ملهاش حل، وهو كده وايه، ومفيش، مش عارفين نعمل ايه وبتاع. طب اعمل ايه؟ ما معرفش برضو غير بتوع بهيه يعني، انت مكلماهم دلوقتي في راجل عنده كانسر ورب اسره، نعمل ايه؟ فقالوا لي طيب دعاء، هو احنا ممكن ندي علاج للرجاله بس على حسابهم، دي مؤسسه لسرطان الثدي، ممكن نطلع طبعا كيماوي وكده، بس حد يدخل يتعالج فيها بس على حسابه، مش على حسابنا، انه هي بتؤمن علاج السيدات فقط. طب اعمل ايه؟ طب نوديه فين؟ طب نعمل ايه؟ ما عندناش اي حاجة نعملها لك غير انه لازم يدفع. طيب الراجل بيموت، وهو يعني الناس لجأوا لي وانا لا املك شيء، وهو مش هينفع يدخل، يعني هو مش جنسية مصرية، فمش هينفع يدخل اي معهد اورام او اي حاجة حكومة لانه مش مصري، والناس لجأوا لي يعني، ومش عارفين نعمل ايه، وانا خلاص ما فيش. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اكلم حد مثلا، يعني نكلم حد يساعد الحالة دي، او اطلب من حد انه يتبرع للحالة دي، ودي الحقيقة ساعات بعملها كتير. والحقيقة انا معرفش ليه ما كلمتش حد، قمت مكلمة المكان، يعني طب يا جماعة هو هيجيلكوا وانا هحاول ادبر لكم اي مبلغ بحيث تعالجوه. تعالجوه معنى ايه؟ اللي هو الجلسات الكيماوي والجلسات، طبعا الحاجات دي بتبقى اسعارها طالما مش مدعمة اسعارها غالية جدا. والله العظيم، والله العظيم وحياة ربنا، والله العظيم ما اعرف انا جبت المبلغ الاولاني، قلت لهم هبقى اطلع لكم، مش عارفة هجيب لكم اي مبلغ احطه لكم وابتدوا عالجوه، ويعني ربنا يكرم، يعني ايه
لو جالي فلوس هبقى احط له يعني نبتدي. طيب ناخد اول جرعة ونعمل الفحوصات والكشوفات وكل الحاجات طبعا مش ببلاش هناك طالما رجل يعني. ما اعرفش جبت الفلوس منين، مش عارفة مبلغ ما بعته، بعت ايه مش فاكره حاجه كده يعني. المهم يعني انه فكره انه ده ربنا بعت لهم رقمي وهم ما دوروش عليه. يعني في ناس ممكن تدخل مثلا على صفحات الاعلاميين تبعت لهم، ممكن مثلا يعني تدور على نمرتي، لا لا هم قاعدين في مكان ما، ام حد رمى الرقم بتاعي في حجرهم فخلاص ده ربنا بعتهم لي انا، مش بعتهم لحد تاني. يعني ما اروحش اجيب الفلوس من حد تاني، لا ده مني انا، ما عنديش، مش مهم يعني. اكيد عندي حاجه، اكيد في حاجه مثلا تتباع، اكيد في حاجه في كريدت كارد عليه بلاوي ولازم يتسدد، بس ما اعرفش. المهم يعني طلعنا حاجه وبعتناها. واليوم اللي انا بعت فيه الظرف قلت لهم انا هبعت لكم رقم، فاول ما يعني الموظفة قالت لي ايوة تمام الفلوس وصلت والمبلغ كذا مظبوط، قلت لها طب تمام الحمد لله. اول ما قفلت اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم الموضوع ده حصل، اول ما قفلت المكالمة بعمل بقفل، قام التليفون رانن، بقفل قفلت المكالمة اللي الست قالت لي فيها تمام انا استلمت الفلوس وكده وخلاص وهندخله العلاج الكيماوي وكده، قام التليفون رانن في ساعتها حد معرفوش خالص، يعني مش معرفوش، حد اعرفه بس كان بقالي كتير ما كلمنيش سنين يعني، وجايب لي شغل حاجة زي اعلان او حاجة زي كده بمبلغ اضربه في الرقم اللي انا دفعته في 3 في ثانيتها، الرقم اللي انا دفعته اضربه في 3. ومن ساعة اما يعني احنا مكملين طبعا الحمد لله، ودي حاجة انا ربنا عالم، ربنا عالم، ربنا عالم ان انا بحكيها علشان الخير يعم، والناس اللي مستخسرة او اللي بتقول ما معيش او اللي بتقول ما هو انا ما معيش عشان ادي للولاد عشان اصرف على ولادي عشان اطلع برا، ما هو انا برضو ما كانش معايا خالص وربنا فتحها من ساعتها. انا ممتنة للناس دول ويعني بدعي للست اللي رمت رقمي في حجر الناس دول، لانه الناس دول كانوا سبب خير كبير كبير ومتصل ما بيقفش. بس مش هفسر اكتر من كده. طلعوا صدقات، طلعوا صدقات في عز زنقتك، ما معكيش جنيه شوفي دوري حواليكي، دوري حواليكي، معاكي ايه؟ معاكي حتة صيغة بيعيها وطلعيها، معاكي ايه؟ دوري وطلعي لله، ربنا هيضاعف، هيضاعف لك المبلغ اللي هتطلعيه وهتشتغلي، وهيفتح لك باب رزق من حيث لا تحتسبي، ولا في دماغك ابدا انك تشتغلي الشغلانه دي، ولا في دماغك ابدا انك انه هيفتح لك باب رزق واسع كده، ولا في دماغك ابدا انه الدنيا هتفك كده، دي كانت مزنقه وكانت مقفوله وكانت صعبه حاجات كده. ويعني القصص في الحاجات دي كتير قوي قوي وحلوه ومش معقول، ويقين يقينا 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 بتحصل. اللي بتقول انا مزنوقه ومش لاقي شغل هتشتغلي بمنتهى السهوله، بس طلعي وفكي كرب حد، دوري على حد مكروب اكتر منك كتير.
احنا يا جماعة مستورين وقاعدين في بيوت وفي سقف فوق دماغنا متدفيين وقاعدين في سراير وحاجة زي الفل، الحمد لله والشكر لله. فطلعي واحدة قريت انها قاعدة في شقتهم الملك وكل حاجة، بس شغلها وشغل جوزها وقف تماما، وما معهاش فلوس ومزنوقة، وابوها بيساعدها بمبلغ قليل. قلت لها طلعي من المبلغ اللي ابوكي بيديهولك. قالت لي ازاي يعني ازاي ده بيديني مبلغ ما بيكفينيش. طلعي اقسمي المبلغ اللي ابوكي بيديهولك وطلعي لحد مش لاقي اللقمه، وهتشوفي هتجي وانت حاطه رجل على رجل الشغلانه هتجيلك يقينا 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 يقينا.